إذن فيما يتعلق بشهر نوفمبر وأدائه على البورصة القطرية، لنعرج على بعض البيانات، وإن كان أهمها فيما يتعلق بتطورات الأداء على سهم ناقلات، باعتبار أن هذا السهم تم ضمه إلى مؤشر الـ MSCI، وهذه التداولات القوية التي أحاطت بهذا السهم. لنعد للمقارنة بين شهر نوفمبر وأيضا شهر أكتوبر من حيث كميات التداولات وأيضا قيمها وأحجامها، ويبدو أن هناك تراجع في كميات التداولات عن الشهر الأسبق بحدود 5.4%. أيضا التراجعات لاحقت بالقيمة السوقية لبورصة قطر، التراجعات تجاوزت 12%، وبالنسبة لقيم التداولات هنا الرقم الأقوى والذي جاء بالعكس بارتفاعات، ارتفعت قيم التداولات بحدود 9.8%. عدد الصفقات أيضا سجل ارتفاع ووصلنا إلى فوق 77,000 صفقة. فيما يتعلق أيضا بتوزع أو حصة القطاعات من التداولات من حيث قيم التداولات، بداية يبقى القطاع المصرفي متفوقا على بقية القطاعات الأخرى من حيث القيم بأكثر من 37%، الصناعة أكثر من 25%، 12% بالنسبة للقطاعات المتبقية، والقطاع العقاري كان له حصة 9% من قيم التداولات. نعود أيضا إلى توزيعات، توزيع حصص أو كمية التداولات على قطاعات السوق في من حيث الكميات، أيضا القطاع المصرفي يبدو أنه سجل هذا التفوق من حيث الكميات، الصناعة 15%، 17%، نعود للقطاعات الأخرى. وفيما يتعلق حتى بالقطاع العقاري أيضا كميات التداولات كانت قوية على العديد من الأسهم، كنا نطالعها كل يوم فيما يتعلق بمروة وإزدان، وكانت هذه الأسهم تتصدر قائمة الأكثر نشاطا، إضافة إلى النقل والذي استطاع أن يستحوذ على 26%. إذن من كمية التداولات طبعا بدعم من سهم ناقلات بالدرجة الأولى. فيما يتعلق ببقية أو الشركات القطرية التي سجلت أكبر قيم من حيث في شهر نوفمبر، يبقى ناقلات هو السهم الذي استحوذ فعلا على الكميات الأقوى من حيث القيم، عفوا 986 مليون ريال، أقل من ذلك بالنسبة للريان، وتبقى طبعا الأرقام قوية، 900 مليون الخليج الدولية، وهذا أيضا أثر بقطاع النقل كما رأينا بالنسبة لناقلات والخليج الدولية، وهذا الاهتمام بهذين السهمين. كيو إم بي أيضا من ضمن القائمة ومن ضمن الأكبر خمس شركات، إضافة لصناعات قطر والتطورات التي رأيناها في الجلسة الأخيرة على هذا السهم. فيما يتعلق أيضا بالأيام التي شهدت أكبر قيم تداولات، يبدو أن اليوم الأخير من شهر نوفمبر هو الذي شهد الكميات الأكبر من حيث القيم، تجاوزنا 1,100,000,000 ريال، وأيضا في 17 من نوفمبر تجاوزنا أيضا مستويات 27 مليون ريال، أقل من ذلك في أيام مثل 10 من نوفمبر و12، إضافة إلى 3 من نوفمبر، ولكن الكميات الأكبر إذن على الإطلاق كانت في اليوم الأخير من هذا الشهر.